السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا، فيديو جديد، نهار جديد وبلوج جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفات اللي ساهلين وبنانين وكيحماقوا عليهم الوليدات الصغار. اليوم كان عندي بزاف ما يدار، يعني ما لحقتش انني نصايب نقضي شغلي في الصباح، فحيت جبت ولدي معتنا شونس، قلت اليوم غادي نوجد شي حاجه اللي سهله وفي نفس الوقت كتعجب الوليدات وبسيطه بزاف. الكوتي والغدا خدام مني تقريبا ساعه ديال المكنه، كان كل شيء واجد. اول حاجه غادي نصايبها اليوم هي الدونات، او من المحلات الصراحه راك تعرفهم كيكونوا عامرين دهنيات عامرين سكريات، واليوم غنشاركهم معكم في الدار بلا زبده بلا زيت ودغيا دغيا كيوجدوا. اول حاجه غادي نحتاجها هي واحد جوج كيسان كبار ديال الحليب. من بعد ما دفيتهم درت فيهم واحد جوج معالق كبار ديال السكر، انا تما خدمت بمعلقه صغيره، زدت عليهم واحد المعلقه ديال الخميره ديال العجينه، الخميره المعجونه الفوريه، وزدت عليهم واحد الساشي ديال الفاني. داك الساشي ديال الفاني غير كيهرس داك الزفوره الحليب. صافي غنخلطهم مع بعضياتهم وغنخليهم جانبا غير على ما نوجد الطحين اللي غادي المكونات الاخرى اللي غنعجن بهم الدونات. هنايا درت جوج زلايف ديال جوج زلايف كبار ديال الطحين، غنزيد عليهم خماره واحده ديال الحلويات بيض او معلقه صغيره. هنايا زدت عليهم واحد الحكه ديال القشور الحامض، وغندير واحد العصيرات الحامض كيجي فيهم داك المذاق ديال الحامض فن، وكيجيو هشاشين. صافي وغنزيد عليهم واحد جوج بيضات، غادي نحاول ندخل البيض مع الطحين مزيان، ومن بعد غادي نبقى نزيد الحليب شويه بشويه حتى غادي تجمع لي العجينه. بالنسبه للعجينه راه ما كتكونش مطلوقه بزاف وما كتكونش قاصحه، يعني انا هنايا راه بقى غادي يبقى شايط لي تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب بقى شايط ليا، حيت صافي العجينه تجمعات وجاني القوام اللي كنت كنقلب عليه. يعني العجينه كتكون شويه قاصحه، غير هي جمعوها مزيان، يعني ما تلكوهاش غير جمعوها، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. من بعد ما كملت العجينه هكا عجنتها، حاولت انني نجمع لها الجوانب ديالها كيف ما شفتي، راه ما دلكتهاش بزاف غير جمعت العجينه وكانت كتلصق ليا في يدي، ولكن ماشي مشكل، يعني هذاك هو القوام اللي خاص نحصلوا عليه. صافي من بعد كيف ما قلت شو خليتها ترتاح غير واحد 5 دقائق، انا ما جبدت الطحين ودلك وجيت نبدا ندير التشكيلات ديال الدونات ديالي. كيف ما شفتوا حيت بغيت ندلكها فانا ما دلكتهاش بزاف، يعني كتخليو لقاو داك السمك ديالها كيكون شويه طالع، يعني ما كنرققوهاش بزاف، كيجيو السمك ديالها طالع شويه بواحد 2 سنتيم هكاك. صافي وكنقطع بالقطاعه وكندير ديك التقيبه ديالها الوسط وكنحطهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. غنستمر مع الكميه كامله اللي عندي حتى غادي نسالي داكشي كامل. فبالنسبه للكميه فانا عطاتني تقريبا جوج زلايف كبار ديال الطحين، عطاوني هذيك اللاطه وعطاوني واحد تقريبا واحد 6 ديال الحبات اولا 7 الحبات كانوا زايدين فوق منها. فالصراحه كتعطي الخير وكيعطي كيكون زعما منها بزاف، خاصه اللي عنده الوليدات صغار هذا كيبقى احسن اوبسيون انه ممكن ديري لهم الكوتي، يعني كتجن بانك تشري داكشي من الزنقه، كتجن بانك تاخدي شي حاجه اللي ما عارفهاش مناش مصايبه. انا دائما كنشجع الامهات الا كان عندك الوقت وكان في استطاعتك انك توجدي حاجه في الدار فوجديها لوليداتك بكل حب، وحتى هما كياكلوها بكل حب من عندك. والله يحسن العوان الامهات مساكن اللي كيكونوا خدامين واللي كيكون مسكينه ما كتجيش للدار بكري وما كيكونش عندها ما يبقالهاش الوقت وحتى الجهد ما كيبقاش، فالله يحسن العوان. وانا هاد نوع الامهات كنقول لهم برافو عليكم، راكم امهات وقادات تبارك الله. صافي هنايا من بعد كما كملت كيف ما شفتوا فانا درت عليها زيف وغادي نخليها تخمر تقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه. هذوك الحبات اللي زادوا فانا حطيتهم من الفوق. في هاد الاثناء من على ما تخمر لي العجينه ديالي اولا الدونات دزت انني نوجد الغداء، وهنايا قلت احسن حاجه غنقدر نديرها وغطي دغيا دغيا هي واحد الطويجين ديال الكفته بمطيشه. الكفته بمطيشه كنديرها انا بواحد الطريقه اللي كتجي زوينه وكتجي بنينه بزاف، صراحة ما بقاش الحال بزاف، يعني خاصني نوجد الغداء باش نعطي لوالدي يتغدى وديك الساعات نديه ان شاء الله نوصلو للمدرسة حيتاش كيدخل في 3. صافي هنايا غادي نحتاج واحد البصيلة صغيرة، واحد جوج فصوص ديال التومة. بالنسبة للبصلة صغيرة غادي نقطعها رقيقة، غادي ندير النص ديال البصلة في الطاجين والنص غادي نديرو فوق الكفتة.
باش ما نضوخكمش غنعطيكم تشرميله ديال الكبسه بوحدها. بالنسبه للكبسه كندير فيها بصيله مقطعه رقيقه مع فلفله مقطعه حتى هي رقيقه، ممكن تدوزوهم في العشوار كيجيو احسن. انا حيتاش ما كانش عندي الوقت وكنت مزروبه فصافي جمعت كلشي غير بالموس دغيا دغيا كيف ما قلت لكم، والاحسن العشوار فهي كتجي مزيانه. صافي هنايا قطعت البصله رقيقه، غنقطع الفلفله حتى هي رقيقه وغنديرها فوق الكفته، غنزيد عليها واحد الضريس ديال الثومه والعطريه. فكندير العطريه اللي كندير في الطاجين، غادي ندير فيها شويه الملحه، شويه الابزار، شويه الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القزبور يابس، وشويه تاع القزبور هكا طري. صافي وغادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم، ونفس الحاجه اللي كنديرها في الكفته غادي نديرها في الطاجين، غير هي الكفته كنزيد فيها ديك الفلفله الخضراء اللي كنقطعها رقيقه، صراحه كتجي فنه وكتجيب ديك المذاق ديال الكفته كيجي زوين، وكيجي واحد المذاق اللي يعني ماشي معتاد كيف كناكلوها ديما، فصراحه كتجيب لها المذاق زوين. جربوها بهذه الطريقه وانا متاكده غادي تعجبكم. صافي غادي نقطعها كيف ما شفتوا هكا، غادي نشرمل الكفته هي الاولى. وبالنسبه للطاجين فانا غادي نزيد ليه مطيشه، وغادي نزيد ليه زبيده بلديه، وغادي ندير واحد تقريبا واحد الكاس ديال الماء ما كاملش، وغادي ندير فيه الكفته ديالي وغنسد عليه نخليه يطيب. صافي عندي واحد الطاجين ديالي كيطيب، وفي نفس الوقت دخلت الدونات للفران. هذوك الحبات اللي بقاو ليا من الفوق كيف مشوا انا قليتهم غير باش نوريكم بانهم كي تقلاو كي تحطوا في الفران كيجيو نفس الشكل، وهادو ديال الفران كيجيو صحيين اكثر من هادو ديال القلي اللي كيكونوا فيهم الزيت. صافي بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، ممكن تزينوا باي حاجه عندكم. انا كان عندي واحد شويه ديال الشكلاط هكا ذوبتو درتو في واحد القمع، وغادي نبقى ندير فيه هكا غير خطوط من فوق الدونات، اولا ممكن انكم ديروهم وسط الشكلاط يعني كاين بزاف ديال الاشكال ديال انكم تزوقوا بهم هاد لي دونات. وكيف ما قلت لكم كيجيو زوينين 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 بزاف، وخاصه الوليدات راه كيحماقوا على هاد الشيء. هادوك اللي درتهم في الزيت فانا درت لهم شويه سنيده، وهنا كان الغداء ديالي وجد. من بعد ما طابت الكبسه زدت عليها شويه تاع الزيتون، وحطيت الولدي تغدى هو الاول وديته للمدرسه، فصراحه راكم عارفين جري 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 الوقت دغيا كيطير. هنايا كان ولدي صافي خرج، حيت حنا عندنا المدرسه كيقراو غير من 3 ل 4 ونص يعني دغيا دغيا كيخرجوا، كنت حطيته ومشيت تسخرت ورجعت جبته. وهنا من بعد ما جينا للدار فانا حطيت يدير البوتي ديالو، كيف ما شفتو حطيت له حليبه وشويه تاع لي دونات.
هذوك اللي في مقليين في الزيت صراحه ما عطيتهمش له، هذوك ديتهم انا، هو الاخرين عطيتهم له هو اللي كلاهم. ومن بعد مثلا نهار من جري 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 جري، فضروري كندير واحد الوقيته لراسنا، كنتهلاو في راسنا شويه وكنشرب واحد التيزان باش كنحاول انني نرتاح ونوجد راسي ان شاء الله نهار واحد اخر. هذا كان كل شيء بالنسبه للفيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا، نتلاقاو في فيديو قادم.